صلى الله عليه وآله وسلم: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب النفاق. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين. فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم قسما بصارمه الصقيل. وإنني سيد جعفر الحلي رحمة الله عليه من أكابر علماء النجف الأشرف، وهذه القصيدة من القصائد الخالدات، وخصوصا سوف نشير إلى أن الزهراء عليها السلام كانت تبكي عند ذكرها، وكانت تأمر الخطباء بأن يقرؤوها دائما. قسميا بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده؟ حاشا وكلا أبو الفضل، ساقي العطاشة هو بأبي وأمي. أو تشتكي يا العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم. هذا البيت من الشعر أبكى الزهراء عليها السلام الآن يقول: وهوايا بجنب العلقمي فليته. أيوا عباسا، كأني بها تصيح الزهراء عليها السلام: أيوا ولدا. وهوايا يا بجنب العلقمي فليته للشاربين به يدافل علقم. ومشى لمزرعه الحسين وطرفه. سعد الله قلبك أبا عبد الله، أي مصيبة يتحمل وبأي حال هو. ومشى يا لمزرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة: صم الصخور لهولها تتألم. أأخي يهنيك النعيم ولم أخيل
هي ترضى بأن أرزى وأنت يا منعم أخايا يا من يحمي بنات محمدين انصرنا يسترحمنا من لا يرحمو يقل لي يا خويا منين جتني هالرمية يقل لي يا خويا منين جتني يا خويا هسا وقع بيتي علي يا هسا عدوي شمايا يا تبي يقل لي يا خويا هسا وقع بيتي علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ الأوحد على الله مقامه إن لمعاني العرش أكثر من 14 معنى، يعني حسب تتبع القاصر قرأت لبعض الكثير من الفلاسفة والعارفين وغيرهم لم أجد فسروا العرش إلا بأربع أو خمس معاني، والشيخ على الله مقامه موسوعة ومدرسة شاملة، إذا ذكر أي بحث يعطيه من كل جوانبه. هذا من صفاته قدس سره أنه يغنيك عن كل بحث في أي موضوع يسأل عنه أو يشرحه، سواء في التوحيد أو النبوة أو الإمامة أو المعاد، أحوال البرزخ والآخرة، في الأخلاق، في الفقه، بل حتى في غيرها من هذه العلوم. والشيخ والسيد محمد باقر الخونساري رحمة الله عليه صاحب كتاب روضات الجنات، وهذا السيد معروف قدس سره وكتابه معروف أيضا في ترجمة كثير من العلماء، لما يأتي إلى سيرة الشيخ على الله مقامه يتعجب، يقول عمره يعني فوق 70-76 سنة على المشهور، وتوفي رحمة الله عليه، لكن يقول كان محيطا بعلوم دينية ودنيوية، يعني يأتي إلى علوم الدين يذكر هذا السيد، اقرأ في ترجمة الشيخ في كتاب روضات الجنات ويتعجب، يقول في التوحيد والمعرفة والإمامة والنبوة والمعاد والجنة والنار والمبدأ والمعاد والآخرة والبرزخ وغيرها، يأتي إلى مثلا قضايا الفقه والأصول والتفسير واللغة، يأتي إلى قضايا التاريخ، يأتي إلى قضايا علم الأخلاق، يفصل يعني كل علم يشير إلى براعة هذا الشيخ فيه. ثم يقول بل أكثر من هذا، كان بارعا في علوم الكيمياء والسيمياء والريمياء والهيمياء والليمياء والأوفاق والجفر والرمل، بل يقول حتى كان عالما بالحدادة والنجارة والزراعة والصناعة وغيرها. عجيب، يعني هذا وين العمر اللي يصير إنسان عنده إحاطة؟ وهذا مو كلام من إنسان عادي أو إنسان محسوب على جهة ما. الآن روحوا سئلوا العلماء اللي عندهم معرفة بتراجم العلماء وقلوا لهم من هو السيد محمد باقر الخونساري صاحب روضات الجنات، زين؟ كذلك لما
يتكلم سيد عبد الله شبر رحمة الله عليه، أو الشيخ محمد إبراهيم الكرباسي، أو غيرهم من العلماء، سيد مهدي بحر العلوم وغيره، هذا مو يتكلمون به جزافا أو يتكلمون عاطفة. قد الآن كثير من أتباع مدرسة الشيخ يتكلمون عاطفة، من تجي تقول له بالله انطيني انموذج ما يعرف، والله يقول لك يقولون أو سمعت، وهذا حال أغلب الناس، مو فقط الشيعة، مو أقول لك الشيعة، أغلب الناس، الشيعة غير الشيعة، اليهود، المسيح، النصارى، الملاحدة، يدافعون بعاطفة لا بعلم الأغلب. أما الذي يدافع بعلم، عالم من يتكلم، أنا ما آخذ هذه الأمور من أفواه العوام أو أفواه الجهال، آخذها من أفواه العلماء. ومنها هذه القضية المفردة، العرش، ما هو العرش؟ فسروا تفسيرين ثلاثة أربعة. الشيخ لا، لما يأتي في رسالة خاصة وفي كثير من مباحثه ينطيفد معاني كثيرة، منها العلم، منها القوة، منها الملك، منها علم الكيفوفة، منها أركان الفيض والوجود، منها أمور ذكرها علماء وقسم لم يذكرها علماء. حتى على القلب يطلق عرش، حتى على القلب يطلق عرش. زين، وهكذا الليلة نحاول أن نجيب عن معنيين فقط، لأن الحديث عنها طويل، وهذا إلى علاقة بالآية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قيل العرش هو العلم، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية ذولا يحملون عرش العلم. يعني الآن إذا صنفنا العلماء يوم القيامة، فهؤلاء الثمانية هم من أرقى العلماء. من هؤلاء الثمانية؟ الآن عندنا روايات ظاهرة تقول الثمانية هؤلاء أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. الأربعة من الأولين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء اللي هم من الرسل ومن أولي العزم. وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آدم من الأنبياء ولكنه ليس من الرسل 313، وليس من أولي العزم. أولي العزم هؤلاء الأربعة، طبعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل، يصيرون خمسة، لكن إنما أفردناه لأن هو أعلى منهم في الرتبة الأولى، قلنا في السلسلة الطولية والعرضية التي ابتكرها الشيخ على الله مقامه في سلسلة الموجودات. وأربعة من الآخرين، محمد وعلي والحسن والحسين، اللهم صل، يحملون العلم. هسه أهل البيت عليهم السلام لا شك في ذلك، ذولاك الأنبياء هم كذلك باعتبار ذولاك أهل شرايع، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ولذلك هم أنبياء ورسل لكل الناس، لكل الناس، لأن هم أهل شريعة. زين، وعلمهم أعلى علم الأنبياء. المشهور أن نوح عليه السلام هو أعلى رتبة وعلما من إبراهيم، ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، هاي في رتبة الأنبياء. أما في رتبة الأئمة التي هي الرتبة الأعلى وأروى الرتبة، وهي التي ليس بعدها إلا الله سبحانه وتعالى، فأعلى الرتبة رسول الله محمد، اللهم صل على محمد. ولذلك كان يقول أنا مدينة العلم وعلي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تحدثنا عنه ليلة من الليالي، عن شيء من علمهم سلام الله عليهم، لأن الليلة نريد أن نتحدث عن المعنى الثاني، ما هو العرش؟ القوة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، إشارة إلى حمل العرش. بس العرش بمعنى ماذا؟ بعدة معاني هنا، وهي بمعنى القوة، لكن القوة بعدة معاني، منها قوة الإفاضة،
قوة الإفاضة، قوة الوجود، يعبرون عنه بأركان العرش الأربعة اللي هي ما هي؟ خلي بالك وياي، أركان العرش الأربعة: الخلق والرزق، الإحياء، الخلق والإحياء والرزق والإماتة. كل موجود، كل موجود، نبات، جماد، حيوان، إنس، جن، ما دون الله عز وجل يحتاج إلى هذه الأمور الأربعة. يختلف من نوع إلى آخر، يحتاج إلى خلق ثم إحياء ثم رزق ثم ماذا؟ ثم إماتة. وهؤلاء وهذه الأركان الأربعة ظاهرا يتولاها ملائكة أربعة كبار، وهم عزرائيل عليه السلام وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل سلام الله عليهم. كل واحد موكل بركن من هذه الأركان. قلنا ظاهرا، لماذا ظاهرا؟ لأن في الحقيقة الذي يصدر من الله عز وجل إلى هؤلاء الملائكة ليس مباشرة، وإنما أول ما يصدر يصدر من الله إلى محمد وآل محمد. هذا اللي وارد في الروايات: فبهم تخلقون وبهم تحيون وبهم ترزقون وبهم تموتون. بهم سلام الله عليهم، لأنهم أعظم من الملائكة. وما الملائكة إلا أعوان لهم. هو أعوان شنو يعني أعوان؟ حاشا أنهم يحتاجون إلى أعوان، ولكن أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها. حاشا لقدسية أهل البيت عليهم السلام أن تتنزل إلى وظائف دنية. هاي الوظائف دنية على أهل البيت عليهم السلام. السلام عليكم يا أهل البيت، كم أنتم مظلومون، كم أنتم مظلومون. أنت شايف هسه بعض الناس، بعض الناس إذا تقول له أهل البيت عليهم السلام يحيون يرزقون يخلقون يميتون بإذن الله، يقول لك لا لا غلو، هذا كفر. تدري هذا دون مقامهم؟ هذا إذا أنت تؤمن بهذا فقد أسأت إليهم. زين، تدري ليش؟ هسه أنا أعطيك مثال، ولله المثل الأعلى. مثال أهل البيت عليهم السلام كمثال الوزراء، وزراء الملك، والله هو الملك. مثال الوزراء: إذا جئت ورأيت الوزير يباشر أعمال بسيطة كالصادرة والواردة والإدارة، تستهزئ به؟ لو ما تستهزئ، تستهزئ، تستقل مقامه، يقول له مخليك وزير تشلك بهالشغلات، هاي مو شغلك، هاي شغل موظف بسيط. هذا الموظف البسيط هو هذا عمله، أنت أعلى من عنده، أنت حاكم عليه، لا يجوز أن تنزل إلى هذه الوظيفة. التفتوا يا أخوان، أقرب لك المعنى حتى تشوف. ولعن الله أمة أزالت دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم، ها هاي المهمة، أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله. قد بعض الجهال يقول لك هاي شبيها، راح أضرب مثل أوضح منها. أنت الآن بروفيسور، أستاذ جامعي، يجيبوك يخلوك أنت أستاذ بالابتدائية، هاي إهانة إلك لو ما إهانة إلك؟ تقيم الدنيا ولا تقعدها، ها تقيم الدنيا ولا تقعدها، ولو بيدك بكل ما تمتلك من قوة، ها تشتكي، تنشر بالجرايد ومظلوم ومظلوم، وتروح تقعد بالدواوين تحكي تقول أهانوني. أنا مو مشكلة أدرس، بس هاي إهانة إلي وإهانة شهادتي وإهانة وإهانة للكرامة وإهانة لحقوق الإنسان. لكن الأهل البيت مو ما نقيم الدنيا ولا نقعدها، ما نقيم شعره، شعره ما نقيم ونقعدها. حتى تشوف أهل البيت عليهم السلام مش قد مظلومين، مش قد مظلومين لما ننزلهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها. هذا كثير، هذا ليس فقط في هذا. لما الإمام عليه السلام يرى امرأة كذا في حالة، ما ورائك؟ قالت هاي بقرتي ماتت.
دعا الله عز وجل وصلى ثم ضربها وقال قومي بإذن الله، وإذا قامت حي. اللهم صل. فد واحد من المقصرة، من مقصرة الشيعة، قال وتقدرون على هذا يا ابن رسول الله؟ الإمام تأذى حزن، أحزنه هذا الشعور، أحزنه هذا الاعتقاد عند هذا المتشيع اللي يدعي موالاتهم ومحبتهم. قال ما أقصر عقولكم أيها المتشيعة، إنا شوف إنا لأكرم على الله من بقرة بني إسرائيل إذ يقول فقلنا اضربوه ببعضهم. بقرة بني إسرائيل عند بعض المقصرة ما لي علاقة ببقية المسلمين، هسه كلامنا بالمقصرة من المتشيعة. بقرة بني إسرائيل تحيي بإذن الله، والإمام لا ما يحيي بإذن الله، يصير غلو وكفر. حتى شوف ايش قد مظلومين أهل البيت عند من يدعي محبتهم فضلا عن من لا يدعي محبتهم وولايتهم. فهذا تقصير في حق أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت سلام الله عليهم أكرم من هؤلاء. ذكرت لك أبيات شعر أبو نعاس على ما أتخطر، من سئلوه قالوا له كل الشعراء مدحوا الإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد إلا أنت، فقال قيل لي أنت خير الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جيد القريض مديح يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا أستطيع وصف إمام كان جبريل خادما لأبيه. كان جبرائيل عليه السلام يجلس جلسة العبد الذليل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يدخل حتى يستأذن، ولا يدخل، وقيل لا يستأذن إلا من أمير المؤمنين عليه السلام، لأن باب رسول الله من؟ أنا مدينة العلم وعلي بابه. والنبي صلى الله عليه وآله يقول لعزرائيل عليه السلام اللي وكله الله على قبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هاي اخذها إلى كل مدرس لغة عربية أو كل إنسان يدعي الدفاع عن العربية ويعرف العربية. قل يتوفاكم ملك الموت، من فاعل يتوفى؟ من الذي يتوفى؟ ملك الموت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زين، أي واحد يعرف غير هذا الإعراب يطوه صفر، لكن بإذن الله لو من دون الله، بإذن الله ملك عيسى موسى أهل البيت، عبدي أطعني أجعلك مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون، أنت تقول له كن فيكون. أي إنسان يصل إلى هذه الرتبة وهذه لا رتبة التقوى والله عز وجل يعطي كرامات بإذن الله عز وجل، بإذن الله. قل يتوفاكم ملك الموت. النبي صلى الله عليه وآله يسأل عزرائيل عليه السلام، وهذا السؤال مو همات يعني هم نرجع ونكرر، ما يحتاج نكرر، هاي قاعدة. وكم من سائل عن أمره وهو عالم. زين، وما تلك بيمينك يا يعني الله ما يدري، ماكو بعض الجهل يقول لك شلون النبي يسأل جبرائيل؟ احترم نفسك البعيد، يعني النبي ما يدري صلى الله عليه وآله، احترم نفس الإنسان ولا يتصور هيك تصور، هذا تصور الأغبياء وذوي الجهالة. ولكن هاي مثل وما تلك بيمينك يا موسى، هذا حتى يوصل للناس ويريد يبين النبي صلى الله عليه وآله شأن عزرائيل وشأنهم. فقال يا عزرائيل كيف تقبض الأرواح وإنسان يموت في المشرق وإنسان يموت في المغرب؟ قال يا رسول الله إن الدنيا، إن مثل الدنيا عندي كمثل الدرهم، الدرهم الدرهم هذا الدرهم في يد أحدهم يقلبه كيفما يشاء.
الدنيا كل الدنيا، لأن الأرواح هسه احنا بس الكرة الأرضية، الدنيا كلها يقول له عندي مثل الدرهم. هذا عزرائيل عليه السلام الذي خلق من قطرة ورشحة من نور محمد وآل محمد. فيك ابن عمران الكليم، وبعده عيسى يقف فيه وأحمد يتبعه، بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمعوا، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع. اللهم نور قلوبنا وبصائرنا، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فهذا معنى شنو؟ العرش، أو معنى القوة من العرش، العرش بمعنى القوة، والقوة هنا بمعنى شنو؟ قوة الفيض. لاحظوا أخواني، فيض الوجود الصادر من الله سبحانه وتعالى في كل أموره ومشيته، نحن محال مشية الله. السلام عليكم يا محال مشية الله ومعرفته، سلام الله عليه، هم محل معرفة الله وهم محل مشية الله. بعد أن القوة، هاي القوة المعروفة، القوة الطبيعية، شنو القوة الطبيعية؟ يعني من ناحية الوزن، من ناحية الكم، من ناحية الكيف، من ناحية الطي، من ناحية النشر، من ناحية الارتفاع، من ناحية الانخفاض، من ناحية السرعة، هاي الأمور الطبيعية، هاي القوانين الطبيعية، سرعة، وقتا، زمانا، قدرة، إلى آخره. السلام على يد الله الباسطة وعينه الناظرة، أو السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة، نصفهم عليهم السلام بأنهم يد الله عز وجل. ويد الله هل يعجزها شيء؟ ما يعجزها شيء. لذلك إذا أردنا أن نذكر قضية خيبر، وهي قضية خيبر عجيبة غريبة، أي والله عجيبة غريبة بحيثياتها، ولكنها لا شيء وقطرة في بحر قوة أمير المؤمنين عليه السلام. وقلنا هذا نوع من أنواع القوة، وإلا القوة الأخرى قوة السرعة، قوة الذهاب المجيء، زين، الطيران، الانخفاض، وهكذا أنواع القوى. هنا لو أردنا أن نتحدث عن كل واحدة عن أهل البيت عليهم السلام لاحتجنا إلى أيام وليالي، لكن خلينا مع خيبر. كلموا الناس على قدر شنو؟ كلموا الناس بما يعرفون. بعدما رجع بعض المسلمين، قد بعثهم النبي صلى الله عليه وآله، فما استطاعوا وما صمدوا أمام قوة اليهود وأمام جيشهم، وهم لا يعبؤون بالحصار، لأن عندهم من الطعام ما يكفيهم سنين، ومن الماء، بل بالعكس الضرر واقع على المسلمين، على جيش المسلمين 3000 أو يزيدون. فكلما بعث رجلا رجع إلى أن قال قولته الشهيرة: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار، يفتح الله عز وجل على يديه. لما قال هذه المقولة فلنقف وقفات، ما الذي جرى؟ يقول سهل ابن سعد الساعدي: بتنا تلك الليلة والناس يدوكون، والناس، هاي خلي بين قوسين، يدوكون في النهاية، وهو معجم من معاجم اللغة،
يقول يدوكون يعني يموجون من الضوضاء والاختلاط. زين، وهم يدوكون تلك الليلة أيهم يعطاها؟ 3000 معسكر أو 4000 أو أكثر من سمعوا هاي الكلمة الليل كله ما هجعوا. يدوكون يعني يموجون يتحدثون، هذا يروح يم هذا، لغط لغط كلام للصبح. من الذي سوف يعطى هذه الراية؟ أي منقبة هذه؟ أي واحدة. ثانيا يقول عمر بن الخطاب: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومها. يقول ما تمنيت الإمارة إلا يومها، ولقد تسورنا، تسورنا أو تسورناها، لعلنا نحظى بها. تسورنا شنو؟ تسورنا، شوف خلي بالك وياي، تسورنا يعني ارتقى على السور. إذا أكو سور زين، مرات تريد تشوف مثلا منو خلف السور، تقول تسور فلان أو تسورنا، يعني رفعنا أعناقنا عاليا ووقفنا على رؤوس أصابعنا. الجيش كله التفتوا عند الصباح، النبي صلى الله عليه وآله واقف على مرتفع ينظر إلى المسلمين، والمسلمون 3000 أو 4000 أو أكثر، نظفوا أبدانهم زين، وشحذوا سيوفهم، وبعد تدري كل واحد يحاول أن يكون في الصف الأول، لأن هاي منقبة، وأي منقبة كرامة، وأي كرامة يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار، يفتح الله عز وجل على يديه. ابن عباس هم كذلك يقول بتنا تلك الليلة، تلك الليلة بتناها ونحن مضمون كلام ابن عباس، ونحن قد ارتفعت أعناقنا إليها، نتمناها وارتفعت أعناقنا إليها، ونقول نحدث بعضنا من سيحظى بها. أصبح الصباح والمسلمون يتدافعون على الأمام، يتسورون يعني يرفعون رؤوسهم، يعني كأنما كل من يقول للنبي صلى الله عليه وآله شوفني، هو عاشا ما يشوف. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ اللهم صل على محمد. يعني شوف المنظر هذا، لو سويه مشهد تمثيلي، 3000 4000 واقفين على رؤوس أصابعهم وشايلين رؤوسهم لفوق لفوق، لما قال أين علي، ايش سووا ذولا؟ نزلوا رجليهم على 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 الكعب وخفضوا، شنو؟ خفضوا رؤوسهم. بعد المشهد واضح عندك شلون راح يصير. أين علي بن أبي طالب؟ قال الراوي: قلنا هو أرمد يا رسول الله، رمد يصيب العين. فقال: علي به. فجاءه أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأخذ من بصاقه الشريف وجعل على عينيه، فشفيتا من ساعته. اللهم صل وسلم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وبعدها لم أشتكي لا حر ولا برد. يقول بعد ذاك اليوم من النبي صلى الله عليه وآله خلى من بصاقه علي، أبدا لا حر ولا برد. احنا ترى هاي كلها على الظاهر، ها ترى نتكلم على رأي القوم، يعني مع ذلك هاي يعتبروها من أعظم الفضائل، ولذلك لزموها ملخوها لهاي الروايات. لو تقرأ بعض الحساد وبعض الشانئين وبعض الحاقدين على علي بن أبي طالب عليه السلام، روايات صحيحة يروها ثقات عندهم، يقول هذولا هاي الروايات كلها كذابين ووضاعين وضعفاء ومدري شنو كذا كذا كذا. مجموعة من علمائنا حققوا بهاي الروايات على مسلكهم، روايات صحيحة وقوية والرواة ثقات، بس يريدون بس شنو؟ بس يكذبون. زين،
يقول بعضهم ما يقول تقدم علي بن أبي طالب إلى مرحب، تقدم رجل إلى مرحب، رجل من الإنس. واحد يقول رجل من الإنس، ما أدري خاف رجل من الجن هم أكو يعني، بس الجن هم أكو، لكن رجل من الجن ما سمعنا بهذا، وين ما سمعنا أنه إحدى المعارك أكو رجل من الجن قاتل. ما أدري شين هالعداء ويا علي بن أبي طالب عليه السلام، كأنما هو مو عربي اللي يدعون العروبة، ها ما أدري مو جميل، ما أدري يعني مو كريم، ما أدري. هاي العالم تفتخر بكبرائها وعظمائها اللي إذا عدفت خلق حسن واحد من الأخلاق يمجدوا ويقدسوا ويفعلوا له النصب والتماثيل. ما أدري هالقوم ويا أهل البيت إيش عندهم. الله يرحم أحد الخطباء يقول ما أدري شنو جايين من اليابان، أشو منا من عدكم بيكم. أنا أقول له يعني لهذا الخطيب، أقول له مو هذا السبب يا علي، لا يحبك إلا مؤمن طاهر ولا يبغضك إلا كذا وكذا. أي جناء الآباء، جناء الآباء وثارات بدر وحنين. يقول له عبد الله بن عمر للإمام علي عليه السلام، يقول له كيف تحبك قريش وقد قتلت من صناديدها في بدر وأحد 70 رجلا تشرب أنوفهم الماء قبل أفواههم. 70 رجل اللي ما صارت معارك ببدر وأحد، لأن ذول 70 قتلهم علي بن أبي طالب عليه السلام وانهزم الجيش، تشرب يشربون الماء بخشومهم قبل حلقهم. فقال ما تركت لنا بدر طريقا ولا لمن يأتي بعدنا مذيقا. زين، مو بس احنا همات، وإنما حتى اللي يجي شنو ورانا ويسلك طريق علي بن أبي طالب عليه السلام لازم لو يقتل، لو يفجر، لو يكذب، لو يشنع عليه. فأعطاه الرأي. يقول أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، فهرول علي بن أبي طالب عليه السلام، فهرولنا خلفه 7 أنا ثامنهم. يقول فخرج له بعض اليهود فقتلهم. سمع عندنا وقت، ترى هذا آخر الحصون، حصن خيبر، وإلا أكو 7 أو 8 القموس وكذا وكذا فتحها علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن هذا أقواها، لأن مو بس خيبر، هاي المعركة مع اليهود استمرت أيام وليالي وحصون حصينة وجيوش قاهرة قهرها علي بن أبي طالب عليه السلام، بس الناس ما يعرفون غير فتح خيبر، آخر الفتوح وأعظمها خيبر كان. يقول فخرج مرحب لعلي بن أبي طالب عليه السلام فاختلف فضرب ترسه. مرحب ضرب درع الإمام علي عليه السلام فأسقطه من يده، فتترس علي بباب عند الحصن. هاي غير باب خيبر، التفتوا إخواني، ترى أكو بابين، أرجو الانتباه لهاي. شوف أنا أقول لك هذا الأمور دقيقة وتفاصيل ما نقدر نذكرها بهذا الوقت الضيق، لكن اقرأ كما قلنا، والله يحفظ الإخوان في هاي الحسينية العامرة بدأوا بهذا المشروع، وكل يوم عندهم من أسبوع ساعة واحدة. زين، إذا تريد تشارك وياهم هنيئا لك، تتعود على القراءة. اقرأ أول آية وأول كلمة نزلت شنو، اقرأ، لأن المنبر ما يعطي كل شيء. بعض الآباء الله يوفقهم، وبعض الأخوان من يسمع له فد حكاية جديدة، وكم حكايات جدد، يقول له والله أنا صار لي 50 سنة جو المنبر ما سامع هاي الحكاية. يعني هاي ترى يعني مع احترامي هاي إهانة لنفسه، يعني للإنسان. ينقلوا لي أحد الأخوان من الطرائف، يقول فد يوم ميرزا حسن قدس الله نفسه، يقول ذكر رواية، قلت له هذا، يقول قلت له مولاي أنا هاي الرواية ما قاريها، قال ابني وانت ايش قاري حتى هاي ما قاريها، يعني يتمازح ويا ذاك، يتمازح ويا المولى قدس الله نفسه ميرزا حسن.
يقول له هاي الرواية أنا ما قارية، يقول له والتشقاري حتى هاي ما قارية، علماء وش كبر الواحد وكذا وش قد قاري كتب وما أعرف إيش، وتخفى عليه روايات وغيرها. مو إحنا اللي والله بس أستمع للخطيب والخطيب إذا طور ربع ساعة من روايات وأحاديث، لا مولانا إحنا نريد بس نواعي وفي مال الله. شايفين بعض الحسينيات، أغلب الحسينيات، أغلب المجالس وللأسف الشديد لا تريد موعظة ولا تريد محاضرة ولا تريد هيك أمور، وعلموا الخطباء وهم السبب، أرباب الحسينيات والمجالس علموا الخطباء أنت بس نعاننا وفي مال الله. شبابنا راحت، شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راح، التباغض، الهجران، صلاة الغلط، الصوم الغلط، الأخلاق اللي راحت من ورا شنو؟ أنه استهلك المنبر إلى هدف واحد. صحيح النعي والبكاء والإبكاء من أهداف المنبر، لكن إلى حقه، إلى حقه لزيد عليه، كل شيء إلى حقه. وإمامك الحسين عليه السلام قال أنا قتيل العبرة، وقال ما خرجت أشرا ولا بطرا. فهي مسؤوليتكم إخواني المستمعين، مسؤولية أرباب الحسينيات، أرباب المجالس. زين انتبهوا لا تستهلكوا أهداف المنبر بأهداف ثانوية أو أهداف يعني بسيطة، أو أهداف مثلا هدف أو هدفين. حاولوا أن تحيطوا بكل أهداف المنبر، بكل أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. كما أنه أنا أعرف بعض الأخوان هناك في العراق أكاديميين أرادوا أن يجعلوا فقط المنبر مجرد محاضرة، قالوا إحنا نسقط النعي، نسقط البكاء والإبكاء. قلنا لهم لا غلط، لا هذا ولا شنو ولا هذا، اجمعوا بين الأهداف، اجمعوا بين أهداف المنبر من موعظة، من إرشاد، من تعريف، من تاريخ، من عقيدة، من أخلاق، من فقه، من حلال، من حرام، ومن إبكاء ولطم وغيرها على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ترى كثير من زملاء الخطباء اللي أقول له ليش أنت فقط يعني محاضرة كاملة ساعة أو نص ساعة فقط نعي وإبكاء، قال هم يريدون هيك سيدي، أنا شو أسوي؟ هو أبو المجلس يقول لي لا تسوي لنا محاضرة، ذنب على جنبه، هذا ذنب عليه، ذنب المنبر عليه. ولذلك تشوف حسينياتنا فارغة من الشباب، حسينياتنا يعني العزف عنها الشباب، لأن ماكو موعظة، ماكو إرشاد، ماكو أمر بمعروف ونهي عن المنكر، مجرد مصيبة يقول لك أنا عندي بالموبايل هاي المصيبة أحطها واسمعها وأبكي. خلي الحسينيات للشياب، هاي قالوها ترى سمعت، وأنا عندي يعني استقراء فيها هذه القضية. فاقرأ، اقرأوا يا إخواني، اقرأوا هذه الأمور بدقائقها. هاي قضية غزوة خيبر، وهاي التفصيلات كتاب رائع جدا في حق الأئمة عليهم السلام عموما وفي حق أمير المؤمنين، كتبه المولى الميرزا علي نقي ابن الشيخ الأوحد على الله مقامهما، كتاب رائع جدا في ماذا؟ في سيرة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. زين، وهكذا كتب كثيرة ذكرها الشيخ وغير الشيخ، كتاب الغدير عندكم، عندكم المراجعات، عندكم صحيفة الأبرار، غيرها غيرها. على أي حال يقول أبو رافع فتترس بتلك الباب، باب غير باب خيبر، فأخذ يقاتل فقتل مرحب، ضربه على رأسه فقده إلى نصفين. اللهم صل على محمد. يقول بعد المعركة كأني وسبعة، ذول السبعة اللي وياه، جئنا إلى هذه الباب، أردنا أن نقلبها لم نستطع. سبعة سبعة من زلم قبل، مو زلم هسه، زلم قبل، وذول المعاركين المحاربين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، سبعة اللي يمكن الواحد يعادل عشرة بهذا اليوم قوته، سبعة أردنا أن نحرك تلك الباب لم نستطع. هاي مو باب خيبر، يقول أبو رافع جاء إلى باب خيبر
فقبض عليها، لأن هم شنو؟ طبعا بالمناسبة هاي الباب قبلها أكو خندق، الإمام عليه السلام قفز، قفز وطفر هذا الخندق، هم بقوا هناك لأن أكو خندق قبل الحصن وقبل الباب الرئيسي، فأغلقت الباب. يقول قبض عليها أمير المؤمنين حتى أثرت أصابعه فيها. والباب منين؟ أكو روايتين، رأيين، رأي يقول هي من الحجر الصلد، هي من الحجر الصلد. إذا رايحين بعضكم يقدر يروح، روحوا إلى خيبر وشوفوا خيبر، حجر صلد مثل الحصو، هي حصو، حتى معامل حصو أكو هناك، لأن جبال تختلف، مو جبال رملية وإنما جبال حصى. زين، أكو هناك شي يسموهن ذني جاروشات، مجرشة، ما أدري شنو، مال حصو، ما أدري شو يسموها. زين، أحسنت، كسارات، هاي تكسر الحصى بكسارات خاصة، همات هاي مهمة جدا أن نعرفها. فقبض على الباب حتى أثرت أصابعه فيها فقلعها وجعلها جسرا. يقول خلاها جسرا من طرف، من ذاك الطرف جهة الجيش المسلمين، من ذاك الطرف، ومسكها من الطرف الآخر حتى عبر أكثر من 3000 من المسلمين بين راجل وراكب. أي اللي يقول ابن أبي الحديد: يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 و40، أكو روايات 70، روايات 80، عجزوا عن تحريكها مو عن حملها. وهذا ليس ببعيد على يد الله، يد الله، يد الله، هاي اقرأوا اللغة العربية، يد الله الإضافة تفيد العموم، ما يمكن أن تحيط بها بزنة هذه اليد ماذا تحمل، طن طنيا، مليار مليارين، يد الله، يد الله لا يعجزها شيء. نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى صفية، هسه أذكر، أنا قلت لك أذكر بعض الحوادث في هذه المنقبة الظاهرية، فرأى في وجهها شجة، قال: ما هذا يا صفية وأنت بنت حيي بن أخطب، ما هذا وأنت ابنة ملوك؟ قالت: يا رسول الله، لما، لأنها كانت مؤمنة وتزوجها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله، قالت: يا رسول الله، لما قلع علي الباب كنت نائمة على السرير، فوقعت على، فاهتز الحصن، فوقعت على وجهي فشج جبيني. قال: وهو كذلك يا صفية، لما قلع علي الباب اهتزت السماوات والأرضون. اجى عمر بن الخطاب قال: يا علي، يا أبا الحسن، كيف قلعت باب خيبر وأنت خميص بطن منذ 3 أيام؟ هاي شلون؟ هاي شلون؟ هاي خلاف القوانين الطبيعية. 3 أيام صايم ماكو طعام ببطنك وإذا هيش القوة عندك؟ شوف الجواب. قال: والله ما قلعتها بقوة بشرية، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، والله ما قلعتها بقوة بشرية، وإنما قلعتها بقوة إلهية وبنفس مطمئنة بربها راضية مرضية. صار الفتح وانتهى، وبعد أكو أمور كثيرة. اجى النبي صلى الله عليه وآله، شراح شافه، وشراح يطل الإمام علي عليه السلام، مليارات قبضة ودنانير، دراهم، أنعام، بيوت، معرف، بساتين، كذا، فتح، فتح عظيم، فتح خيبر. شافوا المسلمين، إيش راح يطل النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، أعطاه أعظم من كل هذا، فضلا عن تلك الرواية لا يعطينا الراية. ماذا قال له؟ قال له: يا علي، لولا أن تقول فيك طائفة، ها، كما قالت النصارى في المسيح عيسى بن مريم، لقلت فيك مقالة ما مررت بقوم
إلا وأخذوا التراب من قدميك يتبركون به ومن فضل طهورك. اللهم صل على محمد. لكن يكفيك أنك مني وأنا منك. يعني شنو لولا أن أقول؟ يعني افتهموا يا ناس، افتهموا. لو مر أقول مقالة ما نحتاجها، حتى لو ما تقولها يا رسول الله، إذا مر علي بن أبي طالب عليه السلام أخذوا من تراب عليه تبركوا به وتبركوا بفاضل وضوئه. هذا معنى الحديث. إذا احنا نفتهم زين أن نتبرك بالتراب الذي يدوسه علي بن أبي طالب عليه السلام، بالمناسبة يدوسه بقدمه لو بن عليه. شوف هذا ضرورات مهمة، ضروريات جدا أن تفكر. مرة واحد سألني لطيف هذا السؤال، قال السيد يعني يدوسه برجله لو يدوسه بنعله؟ قلت له والله أنت عندك إحساس تفتهم بعد. طبعا يدوسه بنعله، طبعا يدوس بنعليه. هذا التراب الذي يدوسه علي بن أبي طالب عليه السلام بنعليه يكون بركة وشفاء وفاضل الماء كذلك. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. وهذا الشبل من ذاك الأسد أبو الفضل العباس سلام الله عليه. سيد جعفر الحل النجفي اقروا عنه، من كبار علماء الشيعة. هذا الشعر مو الواحد عادي، إنسان عادي، ومو يقسم هيك قسم بسيط، قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفي. أحد الخطباء مات الله يرحمه ويرحمنا، يقول بطلوا هاي السوالف، شنو أبو الفضل العباس اجى قاتل 3000 و5000 وكذا، لا تغالون. تجد الرجل خطيبا لا يخطئ بلام ولا واو ولكن قلبه أظلم، وتجد الرجل لا يستطيع أن يؤلف كلمة لكن قلبه يزهر كالنور كالقمر. هي مو بال إحجايات الكبار والكذا والفضائيات والجمهور، وإنما بهذا. قل لمن يدعي في الدين فلسفة ذكرت شيئا وغابت عنك أشياء. احنا نمشي وراء العلماء وراء الشعراء الكبار. قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. سيف من هذا؟ سيف أمير المؤمنين، سيف الله عز وجل. هذا عبد لله عز وجل أبو الفضل، فنعم الأخ المواسي لأخيه، له المنزل العظيم أبو الفضل سلام الله عليه. الإمام السجاد عليه السلام يقول كجعفر الطيار له جناحان في الجنة يغبطه كل الشهداء، كل الشهداء يغبطون أبا الفضل العباس على هذه المنزلة العظيمة. هذا الذي أبكى الزهراء سلام الله عليها. حادثة أذكرها وأسألكم الدعاء، سمعتها من شيخ الخطباء الشيخ أحمد العصفور رحمة الله عليه، يوم الأيام جاء للنجف وكتبتها وأحببت أن أذكرها في يوم العباس سلام الله عليه، عند ذكري أبا الفضل سلام الله عليه. يقول سنة من السنين أنا مسافر إلى إيران في تبريز أو شيراز ما تخطر، يقول أزور المعالم الغريبة الكذا الهاي. يقول فتشاب من الشباب قال لي هل زرت الحسينية العباسية؟ قلت له لا ما زرتها. اش تختلف؟ قال تعال روح شوف. يقول رحت شفتها عجيبة غريبة من البناء ومن الدقة ومن التفنن ومن الكذا، شيء تراثي. قال لي هاي تعرف شنو قصتها؟ قلت له شنو قصتها؟ قال إحدى النساء الغنيات، غنية جدا كانت هنا في هاي المدينة، رأت فاطمة الزهراء عليها السلام في الرؤيا الصادقة، قالت أنتم كثيرا ما تبنون حسينية لكن ما تبنون عباسية،
أريد حسينية باسم أبي الفضل العباس عليه السلام، تسموها العباسية، تقول هاي ما خلت كل أموالها غنية ثرية جدا في ذلك الوقت، يقول ثرية جدا، يقول هي سبحان الله تحفة نادرة تلك الحسينية العباسية. يقول رجعت إلى السكن، يقول هذا الشيخ أحمد على صفور رحمة الله عليه، يقول نمت وإذا أرى الزهراء سلام الله عليه، يقول حزينة مهمومة، قالت أنت تذكر مصيبة العباس سلام الله عليه؟ قلت له بلى سيدتي مولاي. قالت له بس هذا البيت يؤلمني وما أعتقد أنت الذكرى، ذاك وقت كان أيام شبابه. قلت لها سيدتي مولاتي أنا حافظ هواية أشعار على أبي الفضل العباس يا بيت. يقول قرأت وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يدافع العلقم، وقامت تبكي الزهراء عليه السلام. يقول أنا في ذلك اليوم ما إن جلست جماعة كذا أخذت هذا الشعر بحثت عنه لقيته، يقول قرأت مجلس لأبي الفضل العباس عليه السلام وذكرت لكم لهم هذه الحادثة وقلت وهوى بجنب العلقمي فليتها يا للشاربين به يدافل علقم يا ومشى الحسين وطرفه نحو الخيام ونحوه متقسم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاء يا حف يلثم. يقول بعض الرواة بعض أرباب المقاتيل أبو الفضل العباس سلام الله عليه كان ما ينادي الحسين عليه السلام يا أخي، يعتبرها إساءة أدب وعقوق، وإنما يناديه يا سيدي يا مولاي يا ابن رسول الله. يقول بعض أرباب المقاتل الإمام الحسين سلام الله عليه قال لأبيه أبا يا أمير المؤمنين مر أخي أبا الفضل فليناديني بها، أحب أن أسمع هذه الكلمة منه. الإمام قال لولده أبا الفضل لماذا لا تناديه بها؟ قال سيدي مولاي لساني يعجزني كيف أقولها وهو سيدي ومولاي وهو أبي الرسول الله. الإمام جاء قال بني حسين ستسمعها يوما من الأيام، يعز على أبي عبد الله متى سمعها؟ سمعها لما هوى أبو الفضل من على ظهر جواده وهو مقطوع اليدين والسهم نابت في عيني وتلقى الأرض بمهجتي. متصور هاي الحالة ذكرت لك إياها بالأمس، مناديا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أخا. الإمام تحير وحاشاه أن يتحير، تحير ظاهرا بين أن يفرح لسماعه لهذه الكلمة وبين أن يحزن لأن أخاه بأي حال امتطى جواده وجاءه مسرعا. هاي اللي أحد الشعراء يصور لنا مجيء الإمام، يقول تعنى من الخيام للعلق ومحسين ويصيح بصايات يا عضيد وقعد بعد ما شوف دربي. حاشا وكلا، الشاعر مو هذا قصده أبدا، وإنما يقول لك إذا شفت واحد فقد توازن بفقد أخيه لا تلمه. بعد ما شوف درب يا ضوى العين يا خويا الكايان كل بعيني أظلم. بعضهم يصور مصيبة الإمام، هاي المصيبة العظيمة ماذا صنعت بالإمام الحسين عليه السلام؟ يقول لما فاضت روح أبي الفضل الإمام قام وهيئته كهيئة الراكع، يعني محدود بالظهر وهو يقول الآن انكسر ظهري
الآن شمت بي عدوي، الآن قلت حيلتي. يقول وهو على هذه الهيئة جاء من نهر العلقم إلى المخيم، وهيئته كهيئة الراكع. لما رأته زينب صاحت وأخاه وعباسا، يقلها يا زينب راح عباس وراح الضيغم اللي يرفع الراس، او ظل ينحب عليه الدرع والطاء. من طاح القمار وحسين جاي يشوفه، لقى العباس لكن ما لقى جفوف. والله من طاح القمار وحسين جاي يشوفه، لقى العباس لكن ما لقى جفوف. ذب روح عليه بروح ملهوفة، لا بياخذه ولا يقدر يعوف. والله لا بياخذه ولا يقدر يعوف. والله وانهجني أعذل ولوم اليوم، أنا وانغاو هسا نشد بيوت الحزين. والله وانغاو شلون ونحسين وانهاو يوم الشاف ابو فاضل رمي. شاف ابو فاضل رمي، واما زينب تحيرت يوم العاشر، تارة عند جسم الحسين وتارة عند جسم العباس، تشم حسين نوب ونوب راحت، تشم عباس يمه وتصيد. والله راحت راحت خويا وين جفوفك الحلوات، والله خويا وين جفوفك الحلوات. راحت البيه الناشر الراية علي، اي والله البيه الناشر الراية، والله ونامن 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 بيشن لوذي الكافل، ونامن زينب تقول عيب اللي لها ودنا، ونامن أنا بتمن يا أبو فاضل، أنا بتمن يا ابو فاضل، ونامن 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 ليش عداك صاحت خارجي. والله ليش عداك صاح، مو هذي مدللت علي، مو هذي مخدرت علي، عقيلة بني هاشم
وتالي الوقت الصاحة تقول الشمير والله هضمني هضمني لطمني على عيوني وشتمني والله لطمني على عيوني وشتمني والله لنكسر قلبه ولا رحمني مأجورين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفي كل مريض، فرج عن كل مكروب، اقضي عوائج المحتاجين، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. إخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا. يصادف غدا الأربعاء ليلة الخميس ذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، قراءة الساعة 8 وبركة الإمام عليه السلام الساعة 7:30، بعدها القراءة، يعني أول البركة إن شاء الله وبعدها القراءة، بعد المجلس مجلس لطم للرادود الملا علي مهدي. اللهم وأخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا، وأخواني المؤسسون تقبل أعمالهم، وإلى أماتهم وأمات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.